الشفاعة مأخوذ من الشفع، وهو ما كان أكثر من واحد، فالواحد يقال له وتر، والاثنان يقال لهما شفع. قال تعالى: والشفع والوتر. فالشفع هو ما كان أكثر من فرد، وأما الوتر فهو الفرد، هذا في الأصل في اللغة. وأما في الاصطلاح الشفاعة يراد بها الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بدل أن كان واحدا، لذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، هذه هي الشفاعة.